ولازلنا في محيط البلدية، حيث قام مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي من جهته في جولة تفقدية على الأسواق الغذائية الموازية في سوق شرق، للوقوف على تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية والتأكد من تفعيل جميع الإجراءات الاحترازية. وأكد المنفوحي أن الجولة أظهرت وجود التزام واضح من الرواد والمستثمرين بالإجراءات. في ظل تداعيات كوفيد-19، جهود كبيرة تقوم بلدية الكويت في تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية الصحية على الأسواق الغذائية الموازية. احنا في جولات مستمرة، يعني سواء اليوم أو في الفترات السابقة، أيضا معالي الوزير قاعد يقوم بجولات في أماكن أخرى. هدفنا في الأساس هو التأكد من التزام الأخوة المواطنين والمقيمين والأسواق الموازية بالاشتراطات الصحية اللي حددها مجلس الوزراء. احنا اليوم قاعدين نشرف على اكثر من 120 او 125 سوق موازي. اتخذنا عقوبات ضد بعض الاسواق الموازيه الغير ملتزمه بالاشتراطات الصحيه. لله الحمد، يعني احنا وقللنا اعداد اللي يسمح لهم بالدخول. هو العمليه تعاون من جهات حكوميه عده، يعني وزاره التجاره، وزاره الداخليه مشكورين، انتم شايفينهم موجودين في كل سوق موازي لدعم شباب البلديه في تنظيم. نسمع اراء الناس جدا مشجعه ولله الحمد، ان سهوله الدخول، سرعه حصوله على الموعد، وهذا شيء يثلج يعني صدورنا، وان شاء الله نستمر في هذا الاداء خلال الفترات الجايه. التزام الأسواق الغذائية الموازية بقرارات مجلس الوزراء وبجميع التعليمات الصادرة من السلطات الصحية يساهم في المحافظة على سلامة وأمن المواطن والمقيم. بلدية الكويت دائما حريصة على تواجد زبائن المميزين في مراكز سلطان المنتشرة في أنحاء الكويت، بخصوص التوعية الاجتماعية عن البعد والجلافز والمعقمات كلها. حريص لما تكون بلدية الكويت حضورها في مراكز سلطان نشعر في الأمان، نشعر بالثقة الزايدة، وفي تعاون بيننا وبين الزباين وبيننا وبين البلدية، وهذا شيء ملموس. جزاهم الله خير على تواجدهم دائما، ودائما احنا نقول اليد الواحدة ما تصفق. هذا الشيء يعتبر مثلث متساوي الأضلاع في كل الأمور، بلد الكويت، وزارة التجارة، إدارة المستهلك، كلها تخدم في مصلحة الزبائن. مرتادي الأسواق الغذائية الموازية أخذوا بعين الاعتبار للاشتراطات الصحية، أبرزها الالتزام بالمواعيد المحددة للدخول والخروج والتباعد الاجتماعي. حقيقة دور البلدية ممتاز جدا من ناحية أن جولاتهم التفقدية والمحافظة على جودة المنتجات ويعني النظافة العامة داخل الأسواق. والله كثر الله خيركم، كفاية التنظيم، يعني على أساس أن الواحد لما يدش عارف أي وقت يدش، وبعدين التنظيم الداخلي ما قصروا لا البلدية ولا بالجمعيات ولا اتحاد الجمعيات، وكل شيء متوفر والحمد لله. البلدية قامت بدورها ما شاء الله عليها بالتفتيش، بهيئة الغذاء التابعة بالصحة، في كل الأمور ما شاء الله عليهم، يعني مغطين الشغل يعني، والحمد لله المراقبة ممتازة جدا جدا. لبلدية الكويت تأتي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الصحية في ظل تداعيات كوفيد-19. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.